نعيم، فرنسا المباراة الأخيرة تحدث عنها كابتن خلف أيضا غير بالتشكيلة كثيرا باعتبار أنه ضمن التأهل، فمنح فرصة. يعني راح نرجع للبرازيل في مباراة الأخيرة أيضا نفس السلوك. هل هذا الأسلوب أو هذا المنهج يعني فيه نوع من يعني تعالي على لا ابدا مو تعالي حقيقه يعني. فسر لي الفرق الكبيره، خلينا نكون واقعيين، هذه الفرق الكبيره يعني بحجم. العب وياك بالفريق الثاني يعني؟ لا مو العب معاك الفريق الثاني، انا خلاص ضمنت الخطوه الاولى، عندي الاهداف مقسمه، عندي الهدف الاول انه اعبر التاهل، الهدف الاخر كيف ممكن اعبر المرحله الاخرى والتي تليها والتاليه، على في ضوء انه الفريق اللي ممكن يقابلني وين مواطن القوه والضعف عندي، شنو اللي ينطال ادفانتج او الفائده انه يقدر يلعب اي لاعبين، لانه الادوات اللي عنده يمتلكها المنتخب الفرنسي غير الادوات اللي ممكن تمتلكها الفرق الاخرى. لذلك اول مباراتين هو حسم مساله الصعود بفارق اهداف 4-1 باربعه غلط، يعني خلص انه تاهل فارق الاهداف ضمن مرحله ثانيه بالنقاط. انا بكل صراحة هو خلي اريح وخلي اسجل اللاعبين للتعويض ان يلعبون، التعويض انه ممكن اريح اللاعبين ممكن المرحله المقبله. اعتقد هذا التفكير ينحصر فقط في الفرق الكبيرة، ما انحصر في الفريق الدنماركي أو الفريق التونسي أو الفرق الأخرى. أعتقد هذه الأفكار محصورة بالفرق الكبيرة، البرازيل خلينا نقول، المنتخب فرنسا، المنتخبات اللي هي ضمنت التأهل وعندها طموح توصل لمراحل بعيدة.